اهلا بيكم في الجزء الثاني من ايفنينج برايم روز اويل، وهو زيت ظهور الربيع المسائيه اللي هو موجود في برايم روز بلس اللي شريت منه ب 16 جنيه، وميبا روز اللي شريت منه ب 10 جنيه، وكود برايم روز اللي شريت منه ب 25، وهو غالي شويه عشان فيه كود ليفر اويل وجاما لينولونيك اسيد واللي هي اوميجا 6. اوميجا 6 دي بتساعد على تدفق الدم عن طريق ان هي بتكون بروستاجلاندين نوعها E1 اللي كمان بتقلل الالتهابات، فهو هيقللك اعراض الطمس الشديدة. ازاي؟ ان انت تاخدي كابسول بعد الفطار وكابسول بعد العشاء، وان انت تاخديه في اسبوع قبل اسبوع البيريود، وممكن تاخديه في اسبوع البيريود نفسه. دي زيادة في الدورة الشهرية توقفي طبعا. كنز المرأة طبعا هو كعامل مساعد، يعني مش هاخده لوحده، هاخد حاجة كمان فيها غذاء ملكة النحل وحاجة فيها الجينسنج عشان تظبط الهرمونات. جينكو في خدها مرة يوميا، وبرايم روز هتاخديها كبسول بعد الاكل. طبعا بفصل ما بينها وما بين اي دواء، باخده لمدة 3 شهور. انا ممكن اخده مدى الحياة، لا انا باخده 3 شهور وبفصل 6 شهور. كل حاجة في الحمل، في الرضاعة، ادوية الصرع، ادوية الاكتئاب، الشيزوفرينيا، لو حد عنده سكر في ابحاث بتقول يستخدمه عشان هي بتقلل التهابات الاعصاب اللي ناتجة من مرض السكر، وفي ابحاث بتقول لا. امراض الضغط والقلب، هو بيساعد على تدفق الدم. دي دواء السيولة، فلازم تفصلي ما بينهم. ولو حد عنده فرص نزيف، ما لسه بقول انه بيساعد على تدفق الدم، فلو انت عندك فرصة للنزيف لا وقفي طبعا وما تستخدمهوش. وبقى لتكبير مناطق الانوثة مع حبوب الخميرة بعد الاكل بساعتين. هو بيتاخد بعد الاكل طبعا، وبفصل ما بينهم بساعتين وباخد بعد كده حبوب الخميرة. ممكن استخدمه كحاجة موضعية على منطقة الثدي او مناطق الانوثة، ممكن استخدمه، بس ان انا افضي الكبسول بحاجة معقمة الاول، وبعدين ممكن تستخدميه كدهان مع زيت الحلبة.